اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام والمتابعين على صفحه تكمل العربيه. معكم جزار ظهري، محلل تقني ومدرب معتمد في هذه الشركه. اليوم وباسبوع تداول جديد رح نقوم بتغطيه مباشر على بعض الاسواق الماليه، طبعا باستعمال استراتيجيه التداول التقنيه او التحاليل التقنيه. مثل ما بتعرفوا انه عندنا نوعين من التحاليل اللي ممكن نستعملهم في اسواق المال لنقدر انه نستخرج اذا بدكم الاتجاه المعين اللي نحن بنتوقعه على السلعة أو على العملة المعينة. عندي التحليل الأساسي اللي هو التحليل إذا بدكم الأخبار والإيكونوميك كالندر والاقتصاد ومتابعة البيانات اللي ممكن تكون عم تصدر عنا بشكل يومي، أو عندي التحليل الفني أو التحليل التقني اللي هو باستعمال الشموع اليابانية، الرسوم البيانية وبعض استراتيجيات التداول والمؤشرات الموجودة عنا على منصة التداول. باستعمالي أنا لبعض استراتيجيات التداول، طبعا بتشوفوني بعض الأوقات عم بستعمل موجات إليوت وعم بدخل مثل بعض الكاونتس او العد الرقمي على الرسوم البيانيه. طبعا بهذه الحاله ما عم بدخل بتفاصيل او كيفيه استعمال هذه الاستراتيجيه او استراتيجيه موجه اليوت، وانما اليوم بجلسه بعد الظهر رح تكون جلسه مهمه جدا لاشرح لكم اذا بدكم ويبينار بشكل عام عن كيفيه استعمال موجات اليوت، ولكن اذا بدكم لناخذ المغزى من هذه الاستراتيجيه وكيفيه استعمالها بشكل عام لنقدر نستفيد من هيكليتها ونقدر نستخرج منها إشارات بيع وشراء. فاليوم جلسة بعد الظهر اللي هي رح تكون الساعة 5 بتوقيت السعودية، يعني الساعة 4 بتوقيتنا، بهيدي الحالة رح يكون عم بشرح لكم اليوت ويف ثيري بطريقة مبسطة جدا لتشرح أو لتستفيدوا من يعني الكاونتس أو الموجات اللي نحن عم نقوم بعدها بشكل يومي بالتغطيات الصباحية. هيك بصير عندكم فكرة أكثر عن الأمور اللي عم بتكلم عنها على رسوم بيانية. هلأ اليوم رح مر بشكل عام على العملات الرئيسيه اللي عندنا اياها هون. قبل ما نبتدي بدي طبعا احذركم من المخاطر اللي ممكن تكون مرتفعه في اسواق المال، والاشخاص اللي بده يتداول بسوق الفوركس بده يكون عندهم مستوى الخبره والرغبه في المخاطره، وممكن انه يكونوا عم يتحملوا خسائر تتجاوز راس مالهم او الكابيتال اللي اودعوه في الشركه الماليه. قبل افتتاح او قبل خليني ما ابتدي بالرسوم البيانيه بشكل يومي، بتعرفوا بشكل روتيني بنمر على الاجنده الاقتصاديه. اليوم 14/5/2018 انا يعني على طول بالايكونوميك كالندر بلغي الامور او الاخبار او البيانات اللي عندها لو امباكت على الاسواق الماليه، او اللي هي تقريبا خليني اقول عندها يعني تاثير خفيف على الاسواق الماليه، وبترك عاده الميديوم والهاي اللي هن باللون الاصفر وباللون الاحمر. فبهذه الحالة هون اليوم عنا أمور مهمة جدا على اليورو دولاري اللي هي الـ ECB's merge speech، وعندي كذا member من البنك المركزي الأوروبي راح يتكلموا اليوم، وعندي يورو جروب ميتينج. فهذا الاجتماع طبعا بأثر أو تأثيره مباشرة على العملة الأوروبية الموحدة أو اليورو دولار. فبتلاحظوا انه اليوم ما عندي اخبار غير على اليورو دولار وعلى الدولار الامريكي اللي هي كانت دان ايضا. هذا بالنسبه للاف او ام سي ممبر سبيتش. ف يعني الامور بدنا ننتبه اكثر شيء على تداول على تداولنا ومراكزنا اللي عنا اياهم على زوج الدولار يورو دولار. اذا بدي ابتدي في هذا الزوج اللي هو الزوج الرئيسي عنا على منصه التداول، بنلاحظ انه افتتاح جلسه هذا الاسبوع ابتدت ب يعني ارقام ايجابيه لزوج اليورو دولار، وعم يقوى عمله اليورو العمله الاوروبيه الموحده عم تقوى على الدولار الامريكي بهذه الحاله لنسجل مستويات ال 119.80، يعني كنا قد ارتفعنا تقريبا بحدود ال 30 او 40 بيب من اغلاق نهار الجمعه. بهذه الحالة هل يا ترى هذه الموجة اللي عم نرتفع فيها هلأ هي موجة تصحيحية للانخفاض اللي حصل عنا، الانخفاض الضخم اللي حصل عنا من مستويات ال 124 لمستويات تقريبا ال 118، يعني عم نتكلم عن 600 نقطة انخفاض. طبعا هذا الارتفاع هل يا ترى هو تصحيح هذا الانخفاض الضخم أو قد انتهينا يعني سجلنا اخر قاع لزوج اليورو دولار وعم نبتدي بموجه اندفاعيه؟ هذا الوضع طبعا او هذا السيناريو ما فينا نحدده هلا، طبعا بده يضل سيناريو مفترض لحديث ما ناخذ اشاره تاكيد او اغلاق فوق مستوى معين ليبلش يعطيني اشاره ايجابيه على انه اليورو دولار ممكن يرجع يستهدف مستويات اعلى. بهذا الحاله باستعمال بعض التقنيات خليني اقول اللي كنت تكلمت عنها نهار الجمعه، انا باستعمال فيبوناتشي واستعمال خليني اقول يعني فيبوناتشي اكسبانشن وريتريسمنت، ايضا عندي نوعين من الفيبوناتشي.
اللي هي ممكن واحدة منهم تاخذ الموجة التصحيحية وين ممكن تنتهي، والفيبوناتشي ريتريسمنت او هيدا الريتريسمنت والفيبوناتشي اكسبانشن تاخذ اذا بدكم بتحدد هدف الموجة الاندفاعية وين ممكن تنتهي. فواحدة للتصحيح، واحدة للانخفاض اذا في حال طبعا الانخفاض من وراء ارتفاع معين. عم نتكلم على موجة تصحيحية، مش ضروري تكون انه انخفاض، لانه اذا في حال السوق كان عم ينخفض وابتدى ارتفاع تصحيحي فممكن ايضا الارتفاع يكون ارتفاع تصحيحي، فبنستعمل فيبوناتشي ريتريسمنت. بهيدي الحالة الموجة التصحيحية بنستعملها فيبوناتشي ريتريسمنت، وبين الفيبوناتشي اكسبانشن بنستعملها للموجة الاندفاعية اللي هي مع الاتجاه العام. طبعا بنعرف نحن انه على سبيل المثال عند اليورو دولار هذه الموجة الضخمة، موجة الارتفاع هي اتجاه عام صاعد بكل بساطة، والارتدادات اللي عم بيحصلوا خليني نقول ضمن هذا الرسم البين او ضمن هذا الارتفاع المعين اللي عم نشهده على اليورو دولار هي موجات تصحيحية. يعني خلينا نقول على سبيل المثال هذه الموجات موجة تصحيحية اللي هي بتكون عكس الاتجاه العام، وايضا خلينا نقول ممكن الموجة التصحيحية تكون عم تدخل مش بشكل مايل على انخفاض، ممكن تكون عم تدخل بمرحلة افقية اللي هي ايضا بتكون تصحيحية، خلينا نقول بثلاث موجات او خمس موجات 3 3 5. فبهيدي الحالة هلا أيضا عندي أنا موجة تصحيحية اللي هي على شكل أي بي سي، فبهيدي الحالة هون طبعا عكس الاتجاه العام اللي هو الاتجاه الصاعد. لحديث ما نحن نغير رأينا ونبتدئ اتجاه عام هابط عن جديد ونلغي سيناريو الصاعد، طبعا بدنا نكون خلينا نقول اخترقنا مستويات معينة من القاع لآخر قمة سجلناها. لازم نبتدي نخترق مستويات ال 38% و 50% وأيضا مستويات ال 61% اللي هي المستوى الاخير للاتجاه الصاعد. فبهيدي الحاله عندي ثلاث مناطق اللي هي او ثلاث مستويات ممكن تكون عم بتهدأ او عم بيمثلوا نقاط دعم لهذا الزوج لنضلنا بالاتجاه العام الصاعد، يعني بضلني انا اب ترند وبينما بتعتبر هيدي موجه تصحيحيه. بينما نحن هلا طبعا اذا للمضارب او للمستثمر اللي بيدخل بشكل يومي على الاسواق الماليه ممكن يواجه صعوبه انه يرجع يحط وقف خساره تقريبا على 116.94 اللي هو اول مستوى، يعني بيقول لي ممكن 300 نقطه انخفاض من هون ممكن تكون جدا 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 مأزية او خسارة كبيرة على رأس ماله اللي عم يتداول فيه. عن هيك طبعا بده يدخل بمراكز او إدارة المخاطر تكون جيدة عنده، وبده يدخل بمراكز صغيرة مثل 0.1 او 10 من العقد، يعني عم نتكلم على 0.1 0.2 او 0.3 اذا في حال رأس ماله صغير. فبهيدي الحالة لازم يا اما نلاقي جولدن اوبورتونيتي او نلاقي نقطة دخول مميزة جدا 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 لدخولي بالاسواق المالية اللي هيكون وقف الخسارة اذا بدكم خلينا نقول قريب على نقطة دخولي او على منطقة الدخول، او لازم نحن ننتبه لادارة المخاطر اذا في حال ندخل بمستويات الحالية وننتظر يعني موجة ارتفاع جديدة. هذا عم نتكلم على السيناريو الصاعد. طبعا بالنسبة لي انا الموجة التصحيحية هون ما ممكن تكون او عم تتخطى مستويات معينة بعد اكثر من هيك، يعني اذا انا بدي ابتدي الكاونت خليني اقول او العد عد موجات اليوت اللي انا كنت عم جرب انه افسر لكم اياها، هلا نحن بانخفاض موجة رقم 4، فممكن تكون عندي هون موجة رقم 1 اللي هي بيج 1 بيج 2 اوكي بيج 3 وهون عم ننخفض ببيج 4. طبعا هذا يعني الموجات اللي هي بين بموجه رقم 3 طبعا ممكن تكون اذا بدي اغير انا هلا الالوان تبع الموجات ممكن تكون عم نحكي على موجات صغيره ضمن موجه رقم 3، لانه كل موجه هي طبعا يعني ضمن موجات ماينر ويفز خليني نسميها او موجات صغيره. فبهيدي الحاله هون بكون عندي خمس موجات ارتفاع لموجه رقم 3 فقط اوكي، يعني هول الموجات اللي هي باللون الازرق 1 2 3 4 5 هن فقط لموجه رقم 3، وهل انخفضنا اي بي سي لننخفض بموجه رقم 4 اللي هي ممكن تكون عم ندخل فيبوناتشي من اخر قاع لموجه رقم 2 باللون الاحمر ولاخر قمه لموجه رقم 3 بالاحمر. فبهيدا الحال الانخفاض ممكن يخدني ل 38% او ل 50% فيبوناتشي، يعني عم بتكلم انا عن هذه المستويات اللي هي المستويات المنتظره اللي هي ممكن تكون عم ترجع ترتفع او نرجع ناخذ زوج اليورو دولار لنيو هايز او لقمه جديده. فبهيدي الحاله طبعا عم بتكلم انا انه ممكن بهذا الحال نكون عم ننخفض بخمس موجات ويف سي، لان تكلمنا نحن عن اي بي وسي، فبهيدي الحاله ويف سي ممكن تكون عندها موجه رقم 1 2
ثلاثة ممكن هلا موجة رقم أربعة قطة صحية، ونرجع نخفض بموجة رقم خمسة لنكون انتهينا الانخفاض. فبهذه الحالة ممكن يكون عندي بعد موجة انخفاض لزوج اليورو دولار، وأنا ما هلا عم نتكلم على المدى الطويل نحن موجة الصحية منتظرة لنرجع نستهدف مستويات شوي أعلى. هلا إذا بدي أفكر أنا على المدى الطويل على رسم بينا الأسبوعي، حصلنا على شمعة احتوائية أو شمعة مطر، أي اللي هي شمعة إيجابية بتعطيني إشارة شراء. وهل يا ترى طبعا من ورا ما نشهد او من ورا ما نشوف اشاره شراء اللي هي شمعه المطر عم ندخل فورا بمراكز شراء؟ طبعا لا، نرجع ناخذ اشاره تاكيد، ممكن ننتظر اذا بدكم منطقه معينه لدخولنا بهذا الاستثمار المعين. يعني اذا ندخل في بوناتشي من اخر قاع لاخر قمه باستعمال في بوناتشي ريتريسمنت، طبعا ممكن ننتظر او يعني خلينا نقول مستويات ال 61% اللي هي بتكون خليني اقول نقاط دخول مميزه على طول، بما انه 61.8 ريشيو هي الجولدن ريشيو للمحلل فيبوناتشي اللي هو طبعا الماثماتيشن او عالم الرياضيات اللي هو اخترع هذه الارقام وفيبوناتشي بشكل عام. ف76.4% ايضا هو الامل الاخير للانخفاضات اللي ممكن تكون عم نحصل عليها هلا او رح نحصل عليها على زوج اليورو دولار. انا بالنسبه لي لادخل بمركز شراء على زوج اليورو دولار بهذه المناطق الحاليه طبعا منا مغريه جدا، وانما اذا في حال شهدت على ارتداد او ثلاث موجات تصاحيه قد تلامست مع مستويات ال 61.8 او 76.4% انا برجع بدخل بمراكز شراء وبعرض وقف خسارتي تحت اخر قاع سجلني. فبهيدي الحاله انا بكون عندي جولدن ريشيو وبكون عندي ايضا نقطه دخول مميزه عن بهذه المستويات. فانا اذا في حال ارتدينا لهذه المستويات انا راح ادخل بمراكز شراء ووقف خساره طبعا تحت اخر قاع سجلني. بهذه الحاله بنكون عم نسجل 3 waves up او اي بي سي بيج اي بي سي، بهيدي الحاله بنكون عم نسجل ثلاث موجات تصحيحيه لزوج اليورو دولار لنرجع نستهدف او لنعمل موجه رقم اربعه، وممكن منها نرجع نخفض بموجه رقم خمسه اللي تكلمنا عليها على المدى الطويل لنرجع نستهدف مستويات ال 115 و 116 قبل ما نرتفع بموجه اندفاعيه جديده. فبهيدي الحاله طبعا هون عندي يعني انخفاض لزوج اليورو دولار ممكن نشهده هلا في جلسه تداول اليوم. تركيز اليوم على هذا الزوج اساسي لانه ابتدينا بموجه ارتفاع، موجه ارتفاع باسبوع تداول جديد، فممكن هذا الشيء ياثر على نفسيه المستثمر والاشخاص اللي داخلين بمراكز بيع يرجعوا يعني يسيبون الذعر طبعا والبانيك بيسيبهم، وبيقولوا انه هذا الزوج رح يكفي اتجاه الصاعد فبيرجع بيلتف وبنرجع نستهدف مستويات اوطى. بدي منكم لما تدخلوا بمراكز شراء او بيع بدي منكم تحددوا نقاط الانفاليديشن ليفل على طول، تحددوا انتم على الرسم البياني المنطقه اللي هي اذا تم اختراقها طبعا بتكون خطره للسيناريو المفترض اللي انتم عم تفكروا فيه. بهذه الحاله تعرضوا وقف خساره بمناطق حساسه جدا، وما بتكونوا عم تغلقوا مراكزكم قبل اوانه او قبل خليني اقول وقتها، ويعني ننتظر وقف الخساره ليلمس او تيك بروفيت تحديد الربح. فبهذه الحاله هي الحاله الوحيده اللي بكون عندك ديسيبلين او بكون عندك خليني اقول يعني بكون عندك نفسيه ممكن انه تكون مرتاحه للتداول بالاسواق المال، اللي هي بتكون حددت تحديد الربح او التيك بروفيت تبعك، وحددت وقف الخساره، اغلقت ممكن الجوال او اللابتوب تبعك، وعشت حياتك طبعا بشكل يومي لتعرف انه ممكن نستهدف التيك بروفيت او الستوب بلس بهذه الحاله. ولكن انا ما بضلني وبترقب التقلبات اللي عم تحصل بالاسواق الماليه، لانه سايكولوجيكال ايفكت او العامل النفسي اللي ممكن يأثر عليك من وراء الأسواق المالية ومن وراء التقلبات اللي عم تحصل بشكل مرتفع خلال جلسة التداول ممكن تأثر عليك سلبيا، وممكن تغلق مركزك قبل أوانه وقبل طبعا ما يلمس وقف الخسارة. وبهذه الحالة هذا الشيء طبعا غلط. بالنسبة للعملة الأخرى اللي هي الاسترليني او الجي بي بي يو اس دي، اتوقع موجه اخيره اللي هي موجه انخفاض اخيره، بما انه انا عندي اكسباندنج اليوم رح كون بجلسه بعد الظهر عم بشرح موجات اليوت بشكل اذا بدكم يعني ممتع جدا جدا جدا، وممكن تستفيدوا ايضا من الاندنج دايجونالز ومن الترينجلز ومن الاكسباندنج ترينجلز اللي انا بتكلم عنها، او بشكل عام من المثلثات اللي ممكن يشهدها الاسواق الماليه. طبعا هلا هون عندي اكسباندنج ترينجل، هذا المثلث اللي ممكن نحن معظم المستثمرين بياخذوه بعين الاعتبار انه هل هو خليني اقول موجه تصحيحيه
لا انخفاض الاسترليني دولار لنكفي الاتجاه الهابط، ولكن لا انا اللي بقول لكم اياه انه هيدي موجه لام خمسه، اللي هي بدل ما تكون اندنج دايجونال عم بتكون اكسباندنج دايجونال، وممكن منها نرجع نشهد ارتفاع ضخم جدا لزوج الاسترليني لنستهدف مستوى ال 139. وانا ما وين نقطه دخول؟ نقطه دخول هي انخفاض بعد مستويات اكثر لنستهدف، خليني اقول قيعان جديده لهذا المثلث الاكسباندنج. بصير عندي انا، خلينا ندخل شوي ب يعني حذافير هذا الاكسباندنج تراينجل. اوكي ندخل على اللايت شوت، وبهيدي الحاله بنكون هون عم ندخل، خليني اقول بشكل واضح هذا الخط وهذا الخط اللي هو خط الاكسباندنج تراينجل. اوكي وبكون هون ابتدينا موجه رقم 1 2 3 4 5. فالعالم او المستثمرين بفكروا انه من وراء يعني هذه الموجات او الاكسباندنج ترانجل لازم نبتدي انخفاض، ولكن طبعا نحن هون بيدخلوا مراكز بيع، وانا ما نحن الهدف عندي هو اخر مستويات او القاع تبع خط المايل على الانخفاض اللي هو خط الدعم. فبهذه الحاله انا راح ادخل مراكز شراء تقريبا عند مستويات ال 134 70 اللي هي مستويات المنتظره لنقاط الدعم لهذا المثلث او الاكسباندنج ترانجل، ومن ثم طبعا راح اتوقع ارتفاع ضخم لزوج الاسترليني اللي هي بكون سجلت عندي انا موجه رقم 5 وتسمى اكسباندنج اندنج اكسباندنج اندنج، خليني اقول تراينجل اكسباندنج اندنج تراينجل. اوكي فبهيدي الحاله طبعا ممكن تعملوا سيرش على جوجل وبتعرفوا انه بهيدا الشكل بيجيني اشاره انعكاسيه، واذا في حال طبعا السوق كان هابط بيعطيني اشاره شراء وممكن نرجع نستهدف في مستويات اعلى. ولكن طبعا قبل هذا السيناريو اللي هو السيناريو الصاعد من هذه المستويات ممكن تترقبوا او لازم تشهدوا شوي انخفاض لمستويات او مستويات ال 134 70 قبل ما نبتدي اشاره شراء عن جديد و نستهدف مستويات اعلى. هذا بالنسبه للاسترليني الدولار. اما بالنسبه لاسعار الذهب انا برايي ممكن يكون هون ارتدينا لمستويات شوي صغيره مغريه اللي هي مستويات الشراء، وكانت عندي مستويات مقاومه مهمه جدا مستوى ال 1317، وبتلاحظوا كيف انا كنا عم نستهدفها لكذا مره ولكن ما عم نقدر نخترقها. خليني اقول هذه المستويات اللي هي مستويات كانت مقاومه جدا قويه لاسعار الذهب، وبتلاحظوا انه لما تم اختراقها اعاده امتحان اصبح خط المقاومه اصبح خط دعم، وممكن من هذه المستويات نبتدي ارتفاع جديد لنستهدف مستويات 1337 و1340 عن جديد. فبهيدي الحاله طبعا المستويات اللي عم نتداول عليها هلا لاسعار الذهب هي مستويات مهمه جدا، وممكن منها نرجع نرتفع بموجه اندفاعيه جديده لنستهدف مستويات اعلى. طبعا اذا في حال تم اختراق هذه المستويات وممكن نرجع نشوف انخفاض عن جديد لنستهدف مستويات 1286، ولكن انا السيناريو المحبب او المفضل عندي هو انه تمثل نقاط الدعم اللي هي نقاط ال 1317 1318 اللي هي استهدفناها نهار الجمعه، ونبتدي ارتفاع معين لنستهدف مستويات اعلى او مستويات 1340 عن جديد. هيدي بالنسبه لاسعار الذهب. وانما بالنسبه لاسعار او للمؤشرات الامريكيه انا عندي سيناريو شوي غريب، ولكن انا هو السيناريو المفضل عندي. انا بالنسبه لي كنا انخفضنا بموجي خليني اقول اي، خلينا ندخل في بوناتشي قبل ما نعمل لايت شوت، بندخل في بوناتشي من هذه المستويات لهذه المستويات هون. اوكي 1 اي بي سي 2 اوكي عظيم، لكن قربنا كثير على الهدف، قربنا كثير على الهدف ونقطه الدخول لهذا السيناريو خليني اقول اللي عم نبش عليه انا. اوكي فبهذه الحاله هون من وراء ارتفاع واضح انه اتجاه عام قوي جدا وزخم الارتفاع كثير عالي عنا لاستهدفنا مستويات ال 2872 على الاس بي 500 او مؤشرات الامريكيه، وابتدينا موجه اندفاعيه قويه جدا وكانت انخفاض دموي خليني اقول للاس بي 500 اللي هي من مستويات 2872 سجلت مستويات 2543. انا برايي ما ممكن يكون عندي حل اخر على انه هذه الموجه هي موجه بيج اي التصحيحيه، وهون هذه الموجه بيج بي التصحيحيه، ولكن نحن موجه سي عندي اياها لازم تكون عم تنخفض، عم تنخفض بخمس موجات، خمس موجات انخفاض لويف سي. فانا اذا في حال بدي افكر انه هيدي موجه 1 اوف سي، هون عندي A B
سي اللي هي 2 اوف سي، اوكي 2 اوف سي، ف 2 اوف سي ممكن تنتهي عن مستويات ال 76.4% عند 3 اوف سي 4 اوف سي و 5 اوف سي ونكون انتهينا. فبهذه الحاله اتوقع انا انه هذه المستويات اللي هي مستويات ال 2743 هي المستويات المنتظره لاسعار الاس بي 500 لنكون انهينا ويف 2 ونبتدي ويف 3 في 4 وويف 5 على المدى الطويل للاس بي 500، بنكون انتهينا ببيج اي بيرجع بيج بي ورجعنا انهينا البيج سي لموجات اليوت، خلينا نقول لاسعار الاس بي 500. فبهذه الحاله طبعا السيناريو المفترض او السيناريو الاخير او الامل الاخير للاتجاه الهابط التصحيحي على الاس بي 500 هي مستويات ال 2743 اللي هي باللون الاحمر اللي عم تشوفوه امامكم، وهذا الخط اللي هو قربنا كثير عليه. يعني سجلنا صباح اليوم 2700 وبفتكروا 40 كان بعد بدها 3 نقط للاس بي، فممكن هلا ان نسجل او نشهد انخفاض بسيط للاس بي 500 لمستويات تقريبا 2710، ولكن نرجع نطلع نستهدف مستوى 2743 قبل ما نكفي او قبل ما ناخذ اشاره انعكاسيه على انه السوق لازم يرجع ينخفض ونبتدي بموجه اندفاع جديده الى الادنى، ونبتدي السيناريو الهابط لنستهدف مستويات 2500 وال 2450 لننهي موجه سي التصحيحيه على المؤشرات الامريكيه. طبعا هذا بالنسبه لاسعار الاس بي 500. اما بالنسبه لاسعار النفط، قلت لكم انه ممكن يكون انتهينا بموجه الخامسه الاخيره لنقاط المقاومه عند خط المقاومه في النفق الميل على ارتفاع. بتلاحظوا انه كان عندي نقاط مهمه جدا لاسعار النفط، وبتلاحظوا عندي مستويات مقاومه واضحه جدا. فبهيدي الحاله ممكن نشهد ارتداد او منطقه تصحيحيه لاسعار النفط لنرجع نستهدف مستوى 69 او مستوى 67، يعني اقله عن هذه المستويات. طبعا اذا في حال تم اختراق ممكن نرجع نكفي سيناريو هابط لمستويات 58 على المدى الطويل. طبعا بعرف انه كل الاشخاص وكل المحللين عم بيتكلموا على اسعار نفط اكثر من 80 دولار و85 دولار، ولكن انا اللي بقول لكم اياه انه الموجه اللي عم بتكلم عليها هي انا تكون عندي اي بي سي، انهيناها عند هذه القمه، وهلا بدنا نبتدي هيدي بيج اي هون، اوكي بيج اي خلينا نقول ومنخفضين ببيج بي، اوكي بهيدي الحاله هون نرجع نخفض ببيج بي ونرجع نكفي بيج سي للاعلى. فبهيدي الحاله هون بكون عندي موجه انخفاض لنرجع نستهدف مستويات 50 دولار و55 دولار لسعر برميل النفط. فبهيدي الحاله انا بقول لكم انه بغض النظر عن الاخبار والرومرز اللي ممكن تكونوا عم تسمعوها انه برميل النفط ممكن يستهدف مستويات ال 90 وال 100 دولار على المدى القريب، انا اللي بقول لكم اياه لا، لازم يكون عنده اقله موجه ارتداد وموجه تصحيحيه ضخمه جدا لاسعار النفط، اللي هي بتكون يا اما موجه رقم 2 اذا هي انتم بتعرفوا كثير منيح صرتوا من التحاليل اللي عم فيها بشكل يومي، بتعرفوا انه ما في موجه صاعده بتكفي بهذا الشكل، فممكن تكون موجه رقم 1 عم نخفض بموجه رقم 2 لنكفي موجه رقم 3 عن جديد، اوكي؟ فممكن هذا الارتفاع اللي عم نتكلموا عنه طبعا موجود على المدى الوسط والطويل، ولكن على المدى القصير ممكن نشهد موجه انخفاض اللي هي بموجه رقم 2 او موجه بي خلينا نسميها، فعلى جميع الاحوال ان كانت موجه رقم 2 او موجه بي عندي موجه انخفاض ممكن نشهد عليها لاسعار النفط ونستهدف مستويات ال 43 او ال 50 دولار على المدى القريب لاسعار النفط قبل ما نبتدي موجه صاعده لنكفي اتجاه الصاعد ونستهدف مستوى ال 90 دولار لبرميل النفط. هذه بالنسبه لتقريبا التغطيه المباشره اللي حبيت اقوم فيها اليوم. كنت مريت على بعض العمليات الرئيسيه على اسعار الذهب على المؤشرات الامريكيه واسعار النفط. كان معكم المحل التقني جزاف ظهري من شركة تكمل. بشوفكم جلسة بعد الظهر مثل ما وعدتكم، رح كون عم بشرح عن موجات اليوت اللي هي رح تكون جلسة مهمة جدا، وبتمنى انه تكونوا عم تحضروها وتستفيدوا من معلومات موجات اليوت بما انه نحن عم نستعملها بشكل يومي لهذه الاستراتيجية. فمن الافضل انه تكون عندكم معلومات عامة عنها لتكونوا عم تعرفوا لما اتكلم عن الموجات تكونوا انتم عارفين السيناريو اللي انا عم بتكلم عليه. إن شاء الله تكونوا استفدتم من هذه المحاضرة. بتمنى لكم نهار مثمر. نشوفكم بجلسة بعد الظهر إن شاء الله. إلى اللقاء.